أهلا بكم إلى موجز الأنباء. اتهمت إيران إسرائيل والدول الغربية بالوقوف وراء مقتل عالم فيزيائي وإصابة آخر في تفجيرين منفصلين في طهران اليوم. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن أستاذا جامعيا اغتيل وأصيب أستاذ آخر وزوجته في تفجيرين بواسطة عبوات لاصقة ثبتت إلى سيارتي العالمين المتخصصين في الهندسة النووية. من جهة ثانية اعترف الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد بإصابة أجهزة كمبيوتر تشرف على عمل أجهزة طرد مركزي في مفاعلات نووية بفيروس معلوماتي. وفي رد فعله على ما ورد في الوثائق الدبلوماسية الأمريكية الجديدة التي كشف عنها موقع ويكيليكس وأشارت إلى مطالبة دول عربية واشنطن بوقف البرنامج النووي الإيراني، قال الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إن دول المنطقة جميعها صديقة مع بعضها البعض، وإن ما وصفه بالخبث الوارد في الوثائق لن يؤثر على علاقات إيران مع الجوار. أما وزيرة الخارجية الأمريكية فعبرت خلال مؤتمر صحفي عن أسف بلادها العميق من تسريب معلومات قالت إنه كان يفترض أن تبقى طي الكتمان، وأضافت أن واشنطن ستتخذ خطوات حثيثة لمحاسبة المسؤولين عن سرقة المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس على حد تعبيرها. بعد البدء في إعلان النتائج الجزئية للانتخابات بمصر، قرر النائب العام حبس 92 شخصا بتهم إثارة العنف والشغب، وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب الوطني الحاكم فاز بأغلبية المقاعد، بينما لم يحصل الإخوان المسلمون على أي مقعد. وقد وقعت مصادمات واشتباكات بين الشرطة وأنصار مرشحين غاضبين في مناطق بمحافظتي المنيا وأسوان. وفي صور خاصة التقطت في المحلة، فرقت قوات مكافحة الشغب بالقوة حشدا لأنصار الإخوان المسلمين كانوا يطالبون بانتخابات نزيهة. في ولاية نانغرهار شرقي أفغانستان قتل 6 جنود أمريكيين وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. وقتل الجنود 6 برصاص رجل يرتدي زي الشرطة الحدودية خلال مهمة تدريبية في قاعدة أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.